وودي متميز أن أجدد لكم عبارات الشكر والتقدير على تلبية دعوتنا للمشاركة في فعاليات هذه الدورة، وإيمانا منا بأن اللجنة الثنائية الحدودية هي الإطار الأنسب للتشاور والتنسيق، والذي يسعى من خلاله الطرفان إلى تعزيز التعاون في شتى المجالات ذات الاهتمام المشترك. أغتنم هذه السانحة ليتوجه كذلك بخالص شكري وتقديري لخبراء كلا البلدين الذين لم يدخروا أي جهد لإنجاح هذه الدورة، حيث سمح هذا التبادل المثمر الذي دامت أشغاله يومين إلى تبني جملة من التوصيات الملموسة والتي تشمل عدة قطاعات وتتمحور أهمها فيما يلي: إنجاز معهد إسلامي بأغادير انطلاقا من سنة 2022 من طرف الجانب الجزائري، مواصلة تجسيد برنامج المنح المقدمة في مجال تكوين الأئمة لصالح الطرف النيجيري، تنظيم حملات تطعيم لفائدة سكنة الشريط الحدودي، القيام بصفة مشتركة بدراسة إمكانية إعادة تأهيل الثانوية المهنية للصداقة الجزائرية النيجيرية، تقديم منح في ميدان التكوين المهني لفائدة الشباب القاطنين بالمناطق الحدودية بالنيجر، التنظيم الدوري لتظاهرة اقتصادية بولاية تمنراست حيث تخصص في كل مرة لبلد إفريقي وتفتتح فعالياتها مطلع سنة 2022 لتكون أول دولة هي النيجر، مرافقة ومساعدة الطرف النيجيري في إنجاز منطقة تجارية حرة في أرليت، إنشاء خارطة وبائية خاصة بالمنطقة الحدودية، تقديم المساعدة التقنية في مكافحة الجراد. أما فيما يتعلق بالتعاون الأمني فقد ركز خبراء الطرفين على التوصيات العملية التالية: إنشاء آلية حدودية للتعاون والتنسيق تتشكل من خبراء أمنيين من البلدين، تكثيف عملية الترسيم على المستوى المراكز الحدودية، مواصلة عمليات التكوين في مجالات الشرطة والحماية المدنية والجمارك، تكثيف مكافحة الهجرة الغير الشرعية وتفكيك شبكات التهريب. وفي الختام أجدد شكري لكم السيد الوزير ولكل من ساهم في حسن سير أشغال هذه الدورة، كما أتمنى لكم وللوفد المرافق عودة ميمونة إلى بلدكم إن شاء الله. شكرا لكم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن